الله ذم اعمالنا ذم مطافوس عاد الثلاث شعر الزهوية عاد الثلاث شعر يا صورة التصوير طبعا فن وابداع. هني طلابنا الاعزاء مهني انفسنا في هذا اليوم بافتتاح معرض التصوير الاول لجماعه التصوير. حقيقه احشنا طلابنا الاعزاء بجهدهم بتعدد الصور التي التقطوها في مساحات انسانيه واسعه، صور الطبيعيه حاضره، الوجوه البشريه حاضره، التعددات من اول لمسه دم الى ضبار العموس ماضي وحاضر والروابط قوية ماضي وحاضر والروابط قوية قابوس اسمي علم العالم دروس وعمان أرض بجاد حرابية من أول مسدم إلى ضبار العموس ماضي وحاضر والروابط قوية الدراسة عن كيف أصبح مصورة مشتركة. طبعا هي الدراسة من ضمن خاصة جمعية التصوير الضوئي وبعضها يعني طبقتها واستفدت منها الحمد لله. مش شرط أن تأخذ كاميرا غالية جدا، أتوقع أن النيكون كان عندنا كاميرات يمكن أسعارها ما بين 1000 إلى 120 ريال. شخص اللي يحب التصوير حول مدينة ممكن يعملها إنه ياخذ كاميرات. يا تعليم الصورة الصحفية لا تعشن أبدا. عدد هذا الحدث مثلا يوصل إلى الجريدة ما تشرب هذا المعرض هذا الملتقى يعد افتخارا تضافر جيدة لتدريب الطلاب والطالبات على مهارات التصوير. شاهدنا في المعرض الجميع يعني جماليات الصورة القلاع الحصول الوجوه الواقع الأثرية السياحية المدن القديمة الأبواب الأسواق وبالتالي تكون مفروضة I'm gonna go.